يمكن النهارده كان في استاد الاهلي والسلام كان الاجتماع الفني اللي بيخص المباراه بشكل كبير جدا، شكل المباراه على المستوى الاداري، ملابس الفريقين، وصول اللعيبه امتى. معانا طبعا زميلنا محمد توفيق كان هناك في استاد والسلام، كان حاضر هذا الاجتماع بشكل كبير جدا. معانا دلوقتي في قناه النادي الاهلي، بنرحب بيك يا محمد وبنقول لك اجواء المؤتمر، المؤتمر كان عامل ازاي، المؤتمر الفني، قول لنا تفاصيل وكواليس مباراه المباراه من خلال الاجتماع النهارده. مساء الخير كابتن هاني، تحياتي ليك وللزميله سهام صالح ولكل مشاهدي ومتابعي البيت الكبير في كل مكان. بالفعل انا متواجد داخل الاستاد الاهلي والسلام، وزي ما كنتوا بتتكلموا في البدايه الاستاد يعني ظهر بشكل اكثر من رائع. ان شاء الله كل جمهور النادي الاهلي يتمكن من رؤيه الاستاد وكمان يفرح بفوز النادي الاهلي ان شاء الله في اول مباراه على الاستاد بثوبه الجديد. يمكن في تمام الثامنه مساء انطلق المؤتمر الصحفي للمدير الفني للنادي الاهلي بيتسو موسيماني ومحمد الشناوي كابتن الفريق. اتكلم في البدايه بيتسو موسيماني على المباراه، قال عندنا بكره مباراه مهمه جدا في نهايه مشوارنا في دور المجموعات. المباراه لا تعني الكثير في مشوار التاهل، احنا خلاص ضمننا التاهل، ولكن المباراه بنلعبها غدا من اجل نادينا ومن اجل جماهيرنا اللي دايما تطمح للفوز ولا شيء غيره. محمد الشناوي كمان اتكلم قال طبعا مباراه مهمه، خلاص حسابات الصعود وعدم الصعود انتهت، احنا صعدنا بالفعل ولكن المباراه هنلعبها برده من اجل جماهيرنا ونادينا، ونعاهد الجماهير ان شاء الله ان احنا نحقق نتيجه كبيره بكره امام سيمبا التنزاني. خلال بقى يعني مستر موسيماني واجاباته على الصحفيين، اتسال عن التشكيل اللي هيبدا بيه المباراه غدا، قال للاسف انا هبدا بكره بتشكيل اضطراري، انا كان نفسي العب يعني اريح على كبير من اللاعبين، لكن انا التشكيل اللي هلعب بيه بكره مش هيبقى لراحه اللاعبين، لا انا مجبر على هذا التشكيل نظرا لعدد كبير جدا من الاصابات في صفوف الفريق، وكمان ان عندي بعض يعني الخطوره على خط الدفاع، مش عايز اجازف بلاعبين في خط الدفاع واشركهم، ده ياثر عليهم ويعمل اصابات طويله في الفتره المقبله، والفريق يعني داخل على منافسات قويه جدا خلال شهر ابريل ومايو سواء في الدوري المحلي او كمان في دوري ابطال افريقيا. كمان مستر بوسيماني يعني اتسال عن التاهل في المركز الثاني، قال نصعد في المركز الثاني او الاول ده مش فارق، طبعا احنا النادي الاهلي وكنا نتمنى ان احنا نصعد في المركز الاول، لكن خلينا نبص للموضوع من منظور ايجابي. يمكن النادي الاهلي البطوله الاخيره الماضيه اللي الاهلي يعني زي ما بنقول حامل لقبها، النادي الاهلي كان صعد تاني المجموعه وتمكن من الوصول للمباراه النهائيه والفوز بالبطوله والوصول لكاس العالم للانديه وحصد المركز الثالث كمان. قال كمان يمكن من تاريخ البطوله الماضيه كل الفرق تقريبا اللي صعدت في المركز الاول خرجت من دور الثمانيه، واللي كملت هي الفرق اصحاب المراكز الثانيه في مجموعاتها. كمان اتكلم عن تجربته السابقه مع ميلودي سان داونز والفوز ببطوله 2016 لدوري ابطال افريقي، قال انا كنت بره حسابات البطوله ولكن بخطا اداري من الفريق المنافس وكان في تكلوب في هذا الوقت تم استبعاده من البطوله وانا صعدت مكانه وقدرت اوصل للمباراه النهائيه وافوز بالبطوله للمره الاولى في تاريخ النادي. اتكلم قال طبعا احنا النادي الاهلي، ولما اتسال عن تحب تقابل مين في دور الثمانيه قال احنا النادي الاهلي ما يهمناش مين اللي هيقابلنا، انا لما ببص للموضوع بواقعيه اي فريق هيقابلني انا جاهز ليه. يمكن ما صعدناش من المركز الاول، يمكن مش احنا افضل فريق في البطوله، ولكن احنا هنسعى ونشتغل ونجتهد علشان نحقق البطوله، ده حلمنا وده يعني حقنا بعد ما فزنا بالبطوله السابقه وحاملين لقبها ان احنا نلعب على المركز الاول. اتكلم وقال كمان ان في نتائج النادي الاهلي امام المنافسين الناس ذكرتهم بالاسم، امام الوداد احنا طلعناه من دور قبل النهائي، امام صن داونز احنا مطلعينه من دور الثمانيه، ولو هنقابل الترجي فالنادي الاهلي اعتاد على الفوز على الترجي سواء في مصر او كمان الفوز على الترجي في تونس، وده يمكن وضح بشكل كبير جدا في دوري المجموعات في بطولات سابقه وكمان نهائي بطوله 2012 وفوز النادي الاهلي باللقب من استاد رادس امام الترجي التونسي. اتسال كمان عن علي معلول ومدى غيابه ومدى وموعد عودته، قال طبعا انا غير مؤهل طبيا للاجابه على هذا السؤال، ولكن فنيا انا طبعا علي معلول لعيب مهم جدا ومفتقدينه منذ فتره طويله من اخر مباراه امام بايرن ميونخ كان شارك فيها وما استكملهاش، ولكن ده مش مبرر او عذر للفريق، الفريق لازم يلعب يعني بمجهوده كامل وغياب اي لاعب لا يؤثر على اداء الفريق، واحنا هنشتغل ونلعب بجهد وبجد في الفترة المقبلة عشان نحقق الهدف الرئيسي بتاعنا وهو الفوز. ولما اتسأل عن كمان يعني اصعب الفرق اللي يتمنى ما يقابلهاش، قال احنا اتفرجنا بالامس على دوري ابطال اوروبا وشفنا الاداء، الكوره ما فيهاش مقاييس، الكوره بتدي للي بيدي ويبذل عرق ومجهود داخل ارض الملعب. كمان يعني اتسأل عن ان المباراه غدا ساريه امام سيمبا، قال كره القدم لعبه تلعب للمتعه،
فيهاش حاجه اسمها صقر، احنا ما بنلعبش اي قدام اي فريق للصقر، احنا بنلعب فقط للفوز كعهد النادي الاهلي ورغبه جماهيره الدائمه. كمان محمد الشناوي كان تم توجيه سؤال لي عن الاداء امام المريخ، ويعني بعض عدم الرضا من بعض الجماهير، قال احنا في الشوط الثاني اللاعبين كانوا على قد المسؤوليه، احنا كنا مسافرين السودان لتحقيق هدف معين وهو الصعود، وده كان هيتحقق بالفوز او التعادل، يمكن كانت الظروف مش مساعده ان احنا نقدم مباراه كبيره، لكن في الشوط الثاني الفريق رجع وقدم مباراه اكثر من رائعه، بشكر عليها زمايلي وانتظرونا ان شاء الله في الادوار التاليه وتحقيق البطوله باذن الله. عقب انتهاء المؤتمر الصحفي لمستر موسيماني، بدا في 8:30 المؤتمر الصحفي لنادي سيمبا بحضور المدير الفني ديدي جوميز وكابتن الفريق كاجيري. يمكن جوميز اتكلم في البدايه، قال مباراه الغد مباراه صعبه جدا امام النادي الاهلي، واحد من اقوى الفرق في قاره افريقيا. صعدنا وصعدنا اول مجموعه، لكن احنا جايين بنلعب بمنتهى التواضع امام بطل افريقيا، وبنسعى ان احنا نحافظ على سجلنا خالي من الهزائم. كمان كابتن الفريق كاجيري اتكلم وقال طبعا بنقابل فريق قوي، اقوى فريق في افريقيا هو النادي الاهلي، ولكن احنا كمان فريق قوي وقدم مردود جيد، هنعمل اللي علينا وهنلتزم بتعليمات المدرب، واحنا جايين عشان نتلافى الخساره. يعني تم توجيه بعض الاسئله لجوميز، كان اهمها طبعا المباراه الاولى امام النادي الاهلي وتحقيق الفوز. انا قلت لك مجموعه كبيره جدا من اللاعبين، انا عندي اكثر من جنسيه في الفريق موجوده، لاعبين رائعين، اكثر من 20 لعيب يعني بيلعبوا في منتخبات انديتهم، بيلعبوا على مستوى دولي. النادي الاهلي يمكن حققت الفوز عليه هناك لان احترمت النادي الاهلي واديته قدره اللي يستحقه. اهم حاجه انه كنت بلعب باداء دفاعي ومنظومه دفاعيه محكمه، ان النادي زي النادي الاهلي لما تيجي تقابله لازم تقابله بمنظومه دفاعيه محكمه، ولما يعني تستحوذ على الكوره لازم تلعب بشكل جماعي زي ما عملت، وده قدر يخليني احصل على الفوز واخرج من غير ما استقبل اهداف امام النادي الاهلي، وده اللي هشتغل عليه بكره وهلعب بالطريقه دي برضو قدام النادي الاهلي. كمان اتسال ان الثقه اللي خدتها انك تكسب النادي الاهلي وتبقى الاول في مجموعته، قال طبعا كون ان اتغلب على النادي الاهلي واطلع في مجموعه فيها النادي الاهلي رقم واحد ده على سقف طموحنا جدا، يمكن لعبنا بطوله وديه قبل دور الثمانيه، قبل دور المجموعات كان فيها فرق كبيره زي مازيمبي والهلال واكثر من فريق افريقيا قوي، قدرنا نفوز عليهم، ده كان اعداد قوي جدا قبل مباريات دور المجموعات، وكمان الفوز على الاهلي ادى اللاعبين يعني طموح كتير جدا ان هم يعني يمشوا في مشوار كبير جدا لنهائي البطوله. كمان السؤال هل في غيابات عندك في الفريق؟ فقال الفريق صفوفه مكتمله، بنلعب بكره من اجل اظهار امكانياتنا الافريقيه كلها امام كبير القاره، ويمكن قال عنوان كده صريح، النادي الاهلي هو رقم واحد في افريقيا ولينا الشرف ان احنا بنلعب امام النادي الاهلي وطلعنا الاول في مجموعته، وده اعتقد هيدي اللاعبين ثقه كبيره جدا، حاولت ابثها فيهم وكلمتهم كتير قبل المباراه ان عاوزين نخرج هنا من استاد الاهلي والسلام بدون هزيمه امام كبير افريقيا النادي الاهلي. دي كانت كل الاجواء وكل اللي اتقال في المؤتمر الصحفي للمستر موسيماني ومستر دي جوميز. كلمه الكابتن هاني. شكرا ليك يا محمد، يعني كل الكلام اللي انت قلته كلام اكتر من رائع، استعدادات قويه جدا. على سبيل المثال موسيماني وتصريحاته، دايما هو الراجل واقعي في تصريحاته، وان يمكن فتره دور المجموعات مختلفه تماما عن دور الثمانيه. محمد بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا في البيت الكبير، وكل التوفيق ان شاء الله لفرقتنا بكره باذن الله.